السلام عليكم احلى متتبعين، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال باذن الله. نبداو بالصلاه على رسول الله، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد العسل كيجي ناجح، وواحد الشهيوه او معسله رمضانيه كتجي اكثر من رائعه وسهله، سهله في التحضير، لسان الطير. ندوز ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعسل اللي حضرته لي قبل، كنحتاج هنايا قالب ديال السكر، عواد القرفة، وهنايا الحامض مقطع دوائر، ثلاث دوائر ديال الحامض، وهنايا خمسة الكؤوس ديال الماء، تقريبا خمسة كؤوس ديال الماء. وعندي هنايا ملعقة ديال اتاي اللي غنديرها في واحد الكموسة، وغادي نضيفها العسل ديالنا. كيف ما غتشوفوا هنايا غناخد قالب السكر، غنضيف عليه الماء كما كتشوفوا بهذه الطريقة، وغنضيف الكموسة اللي فيها اتاي، وغنضيف قطع ديال الليمون، هو اللي كيحافظ على هذا العسل باش ما يفسدش معانا، وباش يبقى صالح مدة طويلة. عويدات القرفة ان شاء الله صافي، وغنسدو على هاد الكوكوط ديالنا، غنخليوها ليلة كاملة حتى كيذوب هاد السكر. كيف ما كتشوفوا هنايا، من بعد ما خليته ليلة كاملة وذاب السكر، ضروري ما نخلطوه كما كتشوفوا هكا بهذه الطريقه، نخلطوه جيدا حتى تنسجم لنا داك السكر مع داك الماء. صافي وغنسدو ان شاء الله على الكوكوط ديالنا، غير تصفر نحسبوا شي 10 دقائق تقريبا، ونطفيو عليها على نار متوسطه. هنايا من بعد ما طفيت عليها كيف ما كتشوفوا كيكون العسل بحال هكا، وباش كنعرفوه طيب كناخذوا قشور الحامض، شوفوا اللون ديالهم كيفاش كيكون، هذا دليل على ان العسل ديالنا راه طيب. الا ما كانش بحال هكا قشور ديال الليمون، فضروري ما خصنا نزيدوه الطياب. صافي، وباش نتاكدوا بلي راه هو هذا، كناخذوا واحد الكميه من هاد العسل، كنديروه في واحد الطبيصيل، وكنوضعوه في الثلاجه، وكنشوفوا الختوريه اللي حنا بغينا. صافي، وكننطفيو عليه ونخليه حتى الغد اللي عاد نستعملوه، ولا كنا غنديروا به شي ومعسله، او نديروه للدهن. مهم كيبقى رائع ان شاء الله، كيكون واجد على حتى كيبرد. هذا هو العسل اللي بغيت نشارك معكم، نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. هنايا حيدت كاع الطريفات ديال الحامض اللي كانوا، عويدات القرفه، صافي. و ممكن هذوك الطريفات ديال الليمون ديال الحامض نقطعوهم طريفات ونحتفظوا بهم في الثلاجه لتزيين الكيك او اللي بغيتو. كما كتشوفوا هنايا، من بعد ما خديت العسل، ملعقه ديال العسل درتها في الثلاجه، فهذه هي الختوريه اللي بغيت نحصل عليها، هذه هي النتيجه اللي بغيت نحصل عليها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا العسل وتجربوه، كيجي اكثر من رائع كيف ما كتشوفوا. طريقة بسيطة وفي المتناول ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وبما انني حضرته، ضروري ما غنشارك معكم لسان الطير اللي حضرت. قدم معكم لسان الطير بعجينة المسمن، واللي بغى ينسمها بالنافع او حبة حلوة ممكن ينسمها، انا غنديرها بعجينة المسمن فقط. هنا كنحتاجو الكيلو ديال الفورص من نوعية جيدة، مع ملعقة صغيرة ديال الملح، والماء باش غنجمعوا العجين. المهم غنعجنها عجين ديال المسمن بهذه الطريقه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي رائعه. عجين ديال المسمن ونخليها ترخف ان شاء الله بهذه الطريقه. العجينه كيف ما كتشوفوا عندنا بقليل من الزيت، هنا من بعد ما ارتحت لي العجين ديالي ديال المسمن، الطريقه راه عارفين كيفاش نقبصوا العجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا نشكلوا كويرات صغار، صافي، ونورقوهم جيدا حتى كيبان لنا سطح العمل. الطريقه ديال التريد، غير هاد المعسله كاين اللي كينسمها بالنافع، كاين اللي كينسمها بحبه حلاوه، فانا درتها عاديه
طريقة ديال التريد وكتجي أكثر من رائعة. كنتمنى إن شاء الله تجربوها، مقاديرها بسيط إن شاء الله وفي المتناول. هنا كيف ما كتشوفوا ضروري ما كان نسرحوها جيدا حتى كيبان لنا سطح العمل، وكنبداو نطيبوا فيها. المقلة كتكون سخونة، كنرشوها بشوية زيت صافي وكنوضعو. الطريقة ديال التريد، ولكن هذه خاصنا بالورقة نطيبوها من الجوانب بجوج، نصهدوهم بجوج صافي ونحيدوها بالورقة كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقة. في نفس الوقت راني كنسمن في واحدة اخرى، غير نزول هذيك من المقلات كنضيف الثانية، كنبقى بهذه الطريقة هذه حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة كيف ما كتشوف. المهم هو اننا خاصنا ضروري نورقوها جيدا. هنا من بعد ما زولت الاولى غادي نوضع الثانيه كيف ما كتشوفوا. صافي نصهد حتى هي من الجوانب بهذه الطريقه. طريقه سهله وفي المتناول، كتجي الورقه ديالها شفافه، يدينا كتبان منها. يعني الطريقه ديال التريد انا بغيت نديرها معكم، رجعتني سخونه كيف ما كتشوفوا. كنستعن بواحد العلبه او شي بلاستيك اللي درتها كنوضعها فيه باش تسهل عليا ملي نكون غنشكل منها السانتير ديالنا. هنا من بعد ما كملت كيف ما كتشوفوا، غناخذ واحد الجبانية وندير فيها واحد قليل من الفورص، وغادي نضيف عليه قليل من الماء وغادي نطربو باش نسد به هاد المعسله ديالنا. كيف ما كتشوفوا كرو ليها بطريقه ديال التريد، الطريقه اللي درت معكم ومشاركه معكم في القناه، وكنسدها بقليل من الدقيق مخلط مع الماء. كنستمر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، كنوضع الدقيق صافي، كنسد الرولو ديالنا نفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. طريقه سهله وهاد المعسله سهله، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وخرجت معطله، كنت باغا نشارك معكم في ايامات الاولى ديال رمضان، ولكن ما كاينش الوقت، كل حاجه كتجي في وقتها وصافي الحمد لله. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين شكلتهم، غنقطعهم بشي سكين اللي كيكون ماضي، غنقطعهم ضروري ما نقطع بالجنب بحال هكا. كيجيني واحد الشكل زوين. هنايا كنقطع هذاك الزائد الاول، ثم نبقى نكمل الرولو ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. كيجيو السانتير اكثر من رائعين. نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. شكرا لكم متتبعين ديالي، شكرا للمتتبعين الجدد. كنتمنى ان شاء الله كل ما كنقدم ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوه. وشكرا للناس اللي شاركوا عندي في القناه الجدد، كنتمنى ان شاء الله نكون في المستوى كل ما كنقدم من الاعجاب ديالكم. هنا من بعد ما غادي نكمل ان شاء الله تقطاع ديال الكميه اللي عندي كامله، غادي ندير واحد المقله فيها الزيت يكون سخون صافي، وغنوضع المعسله ديالي تقلى بهذه الطريقه. دغيا كيتقلاو وردوا معاهم البال مع التحراك. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، كتجي طريقه سهله وفي المتناول. من ضروري نحركها حتى نقلبها من الجوانب كاملين، حمر لينا شويه صافي نحطوها ونوضعوها في العسل اللي حضرت لنا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا من بعد ما زولت الكميه الاولى وضعتها في العسل حتى يشرب العسل، كنوضع الكميه الثانيه كتقلى في الزيت صافي، وكننزلوها ان شاء الله من العسل. صافي هنايا كنخليوها تتسقطر من داك العسل
صافي، وكنوضعوها في طبق التقديم وكنزينوها باش ما بغيتو بالججلان. انا زينتها بالججلان كاخر مرحله. كيف ما كتشوفونا خرجت ليا كميه لا باس بها، كتجي اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تساونيش من لايك ان شاء الله، والى الملتقى ان شاء الله.